احكي لي على حرب اكتوبر والتجهيز لحرب اكتوبر. برضو من وجهة نظر البنت اللي نعرفه انه في الفترة دي كانت مصر فيها حالة غضب كبيرة جدا والشباب كان الناس في الجامعة الشباب عايزين يحاربوا مش قادرين نستحمل فكرة انه ارضنا محتلة. ده حقيقي انه اسرائيل مغتصبة سيناء. ده كان احساس قاتل الناس وتحديدا الشباب. كانت المظاهرات بتطلع ضد رئيس السادات عشان نحارب، كانت النكت بتطلع ضد الرئيس السادات عشان شايفينه متكاسر عن الحرب. احكي لي عن الفترة دي، كنتوا بتكلموه بتقولوا له ايه، بتسألوه عن ايه مدام رؤي؟ لا احنا ما كناش، احنا اولا يعني ما نسألش في الحكم على الاطلاق في اي حاجة، احنا بلاش ان احنا نتكلم، احنا ما بنروح لبابا الله يرحمه عشان نتمتع بيه وبقعدته ويتمتع بينا، انما شؤون الدوله ما تتناقش في البيوت، ده ممنوع. يعني ولا مره قلت له احنا هنحارب امتى؟ لا يعني هنحارب امتى اما تيجي مثلا الحرب قربت. حرب قربت يا بابا ان شاء الله يا بنتي، بس اكتر من كده مفيش تفاصيل، لانه يعني سياسه الدوله تتناقش في بيت ازاي؟ ما يعني دي ما يقبلهاش بابا الله يرحمه، عشان كده كان في تكتم وتعتيم كان يعني هبه من ربنا سبحانه وتعالى. سمعتوا ازاي بيان الحرب وتفاصيل الطلعه الجويه؟ والله بقى يا حبيبي قلبي، انا شخصيا سمعت الساعه 2 فقلت هنرجع تاني، ده انا هنرجع تاني بقى ل67 والبيانات تبتدي تطلع. يعني بنته ايوه كان ده احساسها ليه؟ لان تكوينا فبعدين طبعا لقيت النبره حاجه تانية خالص، يعني البيانات حاجه تانية، وبعدين لقيت بعدين كان في واحد صاحبنا او في نسب كده بيننا وما بينه، عبد الله عبد الباري الله يرحمه اللي كان ماسك اعلانات في الاهرام، فكلمت عبد الله، ايه يا عبد الله الموضوع جد؟ قال لي طبعا جد، مش عاوزه كلام، جد يعني. بعد بالظبط 4 ساعات لقيت عبد الله بيكلمني تاني بيقول لي عمك عاطف استشهد. فاول طلع طبعا انا ما كنتش مصدقه، عم عاطف ده انا مربياه يعني اما اتولد كنت انا واقف على اولاد، كان اخو السادات الصغير فطبعا كلمت عم فوزي، وكانوا بقى في غرفه العمليات، كلمت عم فوزي اللي هو مين؟ عم فوزي عبد الحافظ سكرتير بابا اللي مربينا كلنا عم فوزي الله يرحمه، مربينا كلنا على الاطلاق يعني، لان هو كان معاه من ايام ما كان ماسك جريده الجمهوريه فطبعا عم فوزي مربينا كلنا ده مع بابا يعني. فقلت له يا عم فوزي فعلا عم عاطف مات؟ قال لي قلت له طب بابا اخباره ايه؟ انا عايز اطمن على بابا. قال لي هخليه يكلمك، ما تقلقيش هخليه يكلمك. بعد 8 ساعات بالظبط لقيت بابا بيكلمني، بقول له بابا صحيح اولا مبروك عم عاطف استشهد؟ قال لي مش هيغلى على ربه، وكان متماسك جدا على طول كده يعني صوته مش مهتز، صوته مش مكسور، بيدي لك القاعده ومش هيغلى على ربنا، وهو مش اغلى من الشهداء التانيين يعني كلهم ولاد البلد دي طبعا. لا وبعدين لما رحنا ندفن الرفات بتاعته ما كانش في حاجه غير حاجات السلسله اللي كان لابسها ده هو اتهيالي ان رئيس السادات طلب وساطه عشان يجيبوا رفات من كيسنجر من كيسنجر حصل يعني، جات الطبانجة بتاعته الله يرحمه والسلسلة اللي بيلبسها الضباط دول والخوذة بتاعته، ده اللي جه. فطبعا حاجة رمزية بندفنها يعني، واخد بالك يا حبيبة قلبي، ده اللي جه لعم عاطف الله يرحمه. فلما رحنا البلد بعد 3 شهور من حرب أكتوبر رحنا عشان ندفنه، فطبعا لابسين أسود، بابا زعل قوي، قال تلبسوا أسود على شهيد؟ المفروض ما حدش يعيط اولا، ما تلبسوش اسود، تلبسوا ابيض لانه ده في الجنه، فالمفروض ما حدش يحزن عليه، ويا ريت انا نولها زيه
يعني انتوا اول مره تقابلوا كاسره ما كانش في مجال للمباركه قد ما التعازي عشان عاطف. لا كانت المباركه طبعا هي كانت في فرحه جامده جدا لانه يعني كان يعني تقدر تقولي حضرتك كان نوع من الخيال يعني ان احنا ننتصر على اسرائيل، فده طبعا كان انجاز غير مسبوق. عشان كده يعني الشعب المصري التف حواليه بطريقه يعني حب وتقدير وعرفان بالجميل. الحقيقه ده اللي حصل لبابا. السيده رؤيه، نعم. يعني لا يفوتني في اللحظه دي وانا بتكلم عن صار عظيم وبتكلم على قائد طبعا عظيم للانتصار طبعا. ده لا يمكن ابدا انسى الوثائق اللي انا اطلعت عليها، الوثائق مش العسكريه بالتاكيد، الوثائق المدنيه للحكومه المصريه في الوقت ده. يعني كل واحد من حضراتكم حسب سنه فهيكتشف لو شاف الوثائق دي انه بابا ومامته او جده وجدته كل واحد في البلد دي شارك في حرب اكتوبر بشكل مباشر. ده حقيقي. يعني انا شفت الوثائق بتاعه مجلس الوزراء والوزارات المختلفه ورئاسه الجمهوريه، في حاجه كان اسمها ضريبه الجهاد. ايوه. كانت فلوس الناس بتدفعها. المستشفيات كانت بتخلى تماما وتتجهز لمصابين الحرب. ده حقيقي حصل. الاطباء اللي كانوا بيسافروا في اعارات او في دراسات عليا كلهم استدعوهم عشان يبقوا موجودين. كل شركات التصنيع وقفت إنتاجها وبتنتج بس حاجات للحرب. يعني كل واحد في مصر يعني الحقيقة هي تحية إعجاب لجيل كامل شارك في النصر ده وكلله بالتأكيد القوات المسلحة والرئيس محمد أنور السادات. أكيد أكيد. يعني البلد دي كلها الحقيقة كانت متكاتفة في الانتصار ده. أيوة. لأنه لا يعني هو شعب عظيم طبعا شعب عظيم